فادي خبرنا شو صار معك. الاشتباك اللي سمعه صار اليوم صباحا، شو خبرنا عن وضعك؟ بس قبل ما خبركم عن وضعي بدي حب اقري لكم شغله. مبادئ عامة لسلوك العسكري في الجيش اللبناني المستند النظام العسكري العام، البند الاول الجندي المحترف لا يستهدف الا المقاتلين، البند الثاني الجندي المحترف يحمي المدنيين ولا يلحق الضرر بهم، ثلاثة الجندي المحترف لا ينتهك الأعراض أبدا، أربعة الجندي المحترف لا يسرق، الجندي المحترف يبذل كل ما في وسعه خلال العمليات العسكرية لحد من الأضرار كذا كذا، الجندي المحترف لا يطلق النار أبدا على الذين يستسلمون ولا يضرب فيهم الضرر، الجندي المحترف يقوم برعاية الجرحى. وصل لك. الجندي المحترف يقوم برعاية الجرحى سواء كانوا أصدقاء أو أعداء. الجندي المحترف لا يلحق الضرر بالموقوفين أو بأسرى الحرب. في بعد اللي صار معي الساعة 5 الصبح، كنا نحن متواجدين على أوضة الصراط أنت الياس. بتجي قوة من الجيش من اتجاه بيروت صوب أنت الياس. نحن صافين السيارات وقاعدين شباب وصبايا وسهرانين. بفوتوا الطريق مقطوع، الطريق مقطوع اكيد، نحن بالنهاية بثورة، نحن لنا بمظاهرة ولا نحن بمهرجان. بفوتوا علينا بطريقة كتير همجية، بلشوا تكسير بالسيارات وبلشوا تدفيش بالعالم. قربت انا بيطلع عقيد ما بعرف من هو، بيطلع بوجهي عم بقول له يا سيدنا هول املاك عام، هول سيارات عالم، ليه هيك عم بتخبطون؟ ليه كذا؟ بقوم بيطلع فيي بقول لهم هيدا هو الاخ الكذا والكذا، جيبوه بالحرف الواحد. بلحظة من اللحظات في أكثر من 7-8 عسكري بيهجموا علي وكله موثق، كله في فيديوهات. بجرب أنا أقومهم للشباب لأهرب، 7 عسكري جايين علي بالقصر، أكلت أول ضربتين 3 جربت أهرب منهم. أنا عم بهرب، هني عم بخبطوا فيي، هني عم بهرب، آخر شيء بقاش عندي قوة. بقلب الأرض بيطب علي 20 عسكري، شو بدك؟ الهروات، العصايات اللي بإيدهم، الرناجر، أكعوبة الأم 60ات، ما خلوا صنف من نوع الأساوي إلا ما استعملوا معي. وانا ما تعرضت لهم يعني ما يعني حتى لو تعرضت لهم الطريقه اللي تعملوا فيي كثير وحشيه، يعني العدو الاسرائيلي ما بيتعامل مع معنا هيك. بس كنتوا شايفين انه في قرار بفتح الطريق، ليش ما فتحتوها مثل ما كان يصير سابقا قبل ما تصير المواجهه؟ برجع بقول لك نحن بثوره، نحن لا شو اللي صار ترجعتوا نزلتوا على الطريق؟ شو اللي صار ترجعتوا نزلتوا على الطريق؟ لانه ونحن كمان مطالبنا، نحن كثوار مطالبنا كثير واضحه، قلنا لهم من الاول وهن بيعرفوا مطالبنا شو هي. نحن بدنا حكومه تكنوقراط. شباب اتفقوا على محمد صفدي، يعني ما بعتقد انه محمد صفدي بيمثل التكنوقراط، وكلنا بنعرف محمد الصفدي. يعني انا بدي بس نسرد وقائع، امبارحه بعد الظهر الساعه 3 فتحت كل الطرقات ومفتوح جل الديب. مزبوط. ليش بالليل الوحيد جل الديب يلي رجعت تسكرت؟ لا لك ليش؟ لانه كان في عندنا بعض الطلاب والتلاميذ اللي كانوا قاعدين قدام كنيسه مار عبده وتحت جسر جل الديب قاعدين عاملين ندوه. وإذ بيجينا اتصال أنه طلابنا اللي عمرهم 15 سنة و 16 سنة عم بيأكلوا قتل من الجيش، نزلنا على الأرض بنت عمرها 15 سنة ما فكين لها كتفة، شاب عمره 14 سنة كسرين له إيده، فيه 7-8 جرحى، الصليب الأحمر كان عم بزق العالم. هيدا مشهد أنا بنتي أو أنا واقفة هون عمرها 16 سنة، يعني أنا هول الأولاد عم بطلع فيهم عم بشوفهم أولادي، ونحن هيدي الثورة عم نعملها لأولادنا للأجيال الجاية. ما بدنا يعيشوا جيل اللي عشنا احنا، جيلنا جيل الحرب. اللي عملتها بالمستشفى والعلاج شو بين بالوضع الصحي؟ اضرار، مضرر كل جسمي، عندي ردود بكل جسمي، عندي ضلعين مشعورين، ورح فرجيك المشهد. رح تقدم دعوه قضائيه؟ طبعا 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 طبعا. خلص نحن عم نطالب بدوله القانون، عم نطالب بالقانون صح. حالنا بقى تفهم هالسلطه انه اول شغله ما فيهم يحطوا الجيش بوجهنا ولا يحطونا بوجه الجيش، هيدا الجيش اخواتنا. وانا على فكره قبل باول الطريق وقت كانوا مغاوير واقفين بوجهنا اتعرضوا لشاب معنا فقشوا له راسه، دمه كان على ايدي، وقفت قبال الجيش وطلعت على الكاميرات قلت لهم هيدا هيك بدكم اياها بالدم، بس نحن ما بدنا اياها بالدم، انتم هيدي البدله بنفتخر فيها والرنجر تبعولكم على راسنا من فوق. كبير وهيدا يعني عم نوجه لهم رساله، وقلنا لهم انتوا اخواتنا مين العسكر؟ العسكري مين؟ خيي وبي وابن عمي وابن عمتي واختي، ما منا فينا الجيش، ليه عم يحطوهم؟ ليه عم بيلعبوا هاللعبه؟ ما بعرف لعبه مين، هو وزير الدفاع، هو رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوى المسلحه، ما بعرف، لانه اكيد مش جوزيف عون، اكيد مش جوزيف عون.
طيب شو اللي أثار غضبك من بعد ما تمت سردت معلومات إنه الوزير صفدي رح يجي رئيس حكومة؟ شو اللي استفزكم؟ شو اللي زعجكم؟ يعني يا شباب اسأليهم، يا شباب استفزكم محمد صفدي يجي رئيس حكومة؟ محمد صفدي رمز من أكبر رموز الفساد الموجودة بلبنان بكل صراحة. ليه؟ شو هن شو ملفاته بالفساد؟ كلهم بيعرفوا، الكل بيعرف ملفاته. بليز خلي الكاميرا تصور. هيدا الجيش اللبناني شو عمل؟ لا 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 لا، هيدا الجيش اللبناني شو عمل فيه يا جور؟ هيدا الجيش على قويك مفادي روح بس يحيوا للمصور. هيدا الجيش اللبناني اللي بنفتخر فيه، ليكو شو عامل دفاع. بديش بقول ليكو جيش. نادين مثل ما عم بتشوفي بعتقد على الشاشة أثار الضرب على المواطن فادي نادر يلي تعرض له امبارح من قبل الجيش بساعات الليل المتأخرة على جسر جل الديب. نعم زينب. بدو ندام حضر ندام. نعم نعم، يعني شوي المشهد قاسي. فادي انت مستمر بالثورة رغم؟ اكيد طبيعي، هن مفكرين بهالطريقة بيكسرونا، هن مش عارفين. قتلوا علاء. قتلوا لنا زهرة من ازهار شبابنا علاء، خلق مليون علاء، واذا راح فادي نادر منه اغلى من علاء، حيخلق مليونين فادي نادر. بس انا في شغلة بس قلت لكم اياها موجودة بالفيديوهات، انا على كتر القتل اللي اكلته خبت عن الوعي، افتكروني متت، جروني، هيدا الاثار اللي شفتوه على ظهري من ورا، هيدا شرحتي عزفت، وفي فيديو ثلاث عسكري عم يجروني بيسحبوني مسافة كتير بعيدة بكبوني على جنب الطريق وبفلوا بفلوا. انا ردلكم البنود، ردلكم البنود تبع الجيش، لو ما في مرة الله يوجه لها الخير ما بعرف اسمها، وفي زلمة حاولوا يسعفوني بينما وصل الصليب الاحمر، يمكن انا كنت ميت هلا، واذا قمدت فدى الثوره وفدى لبنان وفدى البلد. شكرا فادي. نادين هيدا المشهد اللي قدام مستشفى ابو جوده، واكيد سمعتوا شو قال فادي نادر حول تعرضه للضرب امبارح من قبل الجيش. الفيديوهات انبعثت على كل وسائل الاعلام. نعم، فيديوهات الضرب انبعثت على كل وسائل الاعلام اللي تعرض لها. تعرضنا زينا نحن قبل فادي شوي. موجود بالمستشفى ورح يضل بالمستشفى، واعلن الفيديو اللي بيكون عم بيتم الفيديو جر، وكما انه اكد انه هو رح يقدم شكوى. نعم نعم، وأكد لنا أنه هو رح يقدم دعوة لأنه هو مؤمن بدولة القانون، كما أنه مستمر بالثورة رغم كل شيء. زينا كان في معلومات أنه فادي تعرض لإصابة بكبده قد تكون يعني بالغة، فينا نتأكد من الموضوع؟ نعم فادي قالوا لنا أنك تعرضت بإصابة لكبدك. بالسكانر اللي انعمل ما تبين، مع انه عندي اوجاع كثير قويه ميل كبد وعلى صدري، بس الاطباء طمنوني انه لا، كبدي الحمد لله كتر خير الله بألف خير. انا بدي اتشكر مستشفى ابو جوده ودكتور جهاد ابو جوده، تحمل كلفه علاجي حساب المستشفى. مع العلم هيدي قياده الجيش، يعني انا كنت يعني مبادره من قياده الجيش يجوا يشوفوا ابنهم، أنا المواطن اللبناني ابنهم غلطوا، طب تعوا جربوا صلحوا غلطكم، تعوا اطمنوا عني، طب افتكرتوني ميت وكبيتوني مثل الكلب، بس فشرتوا، حنضل واقفين على أجرينا ورح نوقف، ضربة العصاية اللي ما بتقتلك بتقويك بس. هيدي هي رسالة فادي.
من بعد ما تعرض للضرب امبارح. هيدي رسالته لكل الثوار ولكل المشاهدين. بس بدنا نطلب منك تسألينا فادي اذا حصل معه اي اتصال يعني من اي جهه رسميه بخصوص ما حصل معه امبارح، وشو الكلمه اللي بيوجهها يعني الى المسؤولين بالنسبه ل اللي صار معه من ضرب خلال التظاهرة. أوكي. فادي عم تسألني الزميلة نادين، هل حدا اتصل فيك من قبل القوى الأمنية أو السلطة؟ وشو الرسالة اللي بتوجهها للبنانيين من خلال الام تي في؟ ما حدا منهم اتصل فيي أبدا، حتى يعني عادة بصير في حالات مثل هيدي نحن نعرف يعني أنا يعني كده عسكري سابق وبعرف بيبعتوا المخابرات يجوا حقه. في مواطن مضروب على ايد عسكر وعلى ايد او في شغله، انا قبل ما اغيب عن الوعي بسمع احد العناصر اذا ماني غلطان ضابط كان قال له بعده عم بيتنفس. شو المقصود؟ قتل متعمد؟ زعجتهم الدم على ايدي وقت قلت لهم بدكم اياها بالدم نحن بدنا اياها سلميه، هذا الشيء زعجهم. قال لك الحال اللي بحب وجهه رسالتي لكل الثوار، ما تخافوا، اوعى تخافوا، ما في ثورة من دون تضحيات. العراق بلشوا بأول يوم 140 قتيل، نحن الحمد لله بعدنا بهيدا الحد، وإن شاء الله بتكون أنا آخر شاب بينضرب على إيد هالسلطة الفاسدة يلي عم بتحرض جيشنا الوطني على أولادهم وإخواتهم. خليكم قوية، ما تخافوا، كل ما أنتم تكونوا قوية كل ما هني عم بيرعبوا، هني أصلا أصلا هني موتورين ومرعوبين، لو ما أنهم مرعوبين ما كانوا بيعملوا اللي عم بيعملوا هلأ.